رز ابيض مصري. صباح الفل. الرز الابيض المصري من طعمته يتاكل لوحده. تعالوا شوفوا انا بعمله ازاي بمنتهى السهوله وبيطلع تحفه. نجيب حله، نضيف معلقتين كبار سمنه بلدي، معلقة زيت ذرة، وبعد ما السمنة بتسخن بنجيب كوبايتين رز مغسولين ومتصفيين وبنحطهم مع السمنة في الحلة. بنشوح الرز مع السمنة والزيت، وبعد ما قلبناها لمدة دقيقتين مش اكتر هنضيف المية المغلية. والمية المغلية يا دوبك بتغطي الرز. مش هقدر اقول لك قد ايه كل كوبايه عليها كام كوبايه ميه، لان بيختلف من نوع رز لنوع رز تاني، بس الفكره ان انت يعني يا دوبك تغطيها بشويه. انا هنا حطيت ميه مغليه، ممكن تحطي ميه عاديه مش مشكله. وبعد ما كده غليت هنغطيها ونوطي عليها خالص. اللي هو اوطى حاجه في الشعله، وممكن تحطي الشياطه، انا هنا مش بحط شياطه، بوطيها خالص واسيبها لمده تلت ساعه وبس. كده الرز بقى جاهز يتاكل لوحده من طعمته. نغرفه هوريهولكم. رز ابيض مصري.